reading page 86, exercise A. Read the biographies below to match the dates with the events. تقرأنا هذه السير الحياتية للحجر الفنانة وتوازينا ما بين التواريخ والأحداث في الحياة ديالها. نمبر 1 هو سي، يعني 1886 فان جوغ موف تو فرانس، يعني الفنان هذا الفنان فان جوغ انتقل الى فرنسا. نمبر 2 اي 1973 بيكاسو ديس، يعني بيكاسو فنان بيكاسو توفى، بيكاسو هو هذا. نمبر 3 اف ثلاثة هي F 1853 فان جوغز بيرث ديت، يعني فان جوغ تولد، تاريخ الميلاد ديالو. نمبر 4 رقم 4 دي بيكاسو موف تو فرانس، يعني بيكاسو انتقل إلى فرنسا. نمبر 5 أي 1881 بيكاسو بيرث دي، يعني تاريخ ميلاد الفنان بيكاسو. نمبر 6 بي 1890 فان جوغز ديت، فان جوغ توفي. اكسرسايز بي دي ستيتمنتس ار فورس كوريكت ذم، يعني غتقراو لنا هاد النصوص مرة أخرى، وعندنا هنا مجموعة ديال الجمل اللي هي خطأ صحوها. نمبر 1 both Van Gogh and Picasso represent cubism، يعني فان جوغ وبيكاسو كيمثلوا التجريدية، هذا الخطأ. بابلو بيكاسو represents cubism، يعني بيكاسو كيمثل التجريدية، but فان جوغ represent impressionism يعني انطباعية، يعني بيكاسو كان فنان جديدي بينما فان جوغ كان فنان انطباعي. نمبر 2 بيكاسو died in Spain، بيكاسو مات في اسبانيا. فورس بيكاسو died in France، يعني انتقل الى فرنسا وبقي هناك الى ان توفي. نمبر 3 فان جوغ didn't have any brothers، الفنان فان جوغ ما كان عنده حتى شي اخوه. فورس هيز براذر ستايد ان ذا فاميلي ارت بزنس، يعني الاخ ديالو بقي في تجارات الفن العائليه. نمبر 4 بيكاسو واز فيموس فور هيز بينتينجز اونلي، يعني بيكاسو كان مشهور عن اجل اللوحات الفنيه ديالو فقط. فورس ان اديشن تو هيز بينتينجز هي بروديوس سكابتشرز دروينجز اند سيراميكس، بالإضافة للوحات الفنية ديالو بيكاسو انتج لنا منحوتات سكابتشرز ورسومات أخرى والخزف سيراميكس. نمبر 5 فان جوغ دايد اوف سيريوس إلنس، يعني فان جوغ توفي وفاة عادية بسبب مرض خطير. فورس خطأ. وين هي رياليز ذات هيز إلنس واز تو سيريوس he committed suicide in 1890، باللي لأنه كان عاني من مرض عقلي أو لا مرض عقلي، باللي قال لي بأن هذاك المرض راه جد خطير، يعني انتحر. إذن فان جوغ ما ماتش موتة عادية بل انتحر. غندوزو للورد نيت write the past tense of these regular verbs and put them in the appropriate column follow the example. عندنا هنا واحد تيبل غتنقلوها، عندنا مجموعة ديال الأفعال غتعطيونا سيمبل باست ديال كل فعل وغتحطوه هنا حسب البرونونسيشن ديالو. رجعوا الفيديو اللي شرحت لكم فيه إنت كان برونونسيو هذيك أو دي تي، وإنت كان برونونسيو أود أوكي إيد، وإنت كان برونونسيو إيد، راه الفيديو رجعوا لي. إذا نديرو هاد التمرين. بالنسبة للأفعال اللي كيتبرونسو بالأخر هاديك أو دي كتبرونس بالتي، عندنا برا
عشت يعني نظفها كوكت يعني طبخها ولطها فيكست أصلحها هبت ساعدة جابت قفزة لوكت نظرة توكت تحدثة وركت مشى ووشت يعني شاهدة ووركت يعني عملة ولا اشتغل. كما كنشوفوا انه اللي كيكون عندنا هذه اس اس اتش ولا كي ولا اكس ولا بي كبرونسياسيون كتكون ولا سي اتش هذاك او دي كتبرونسا تي ما كنقولوش براشد براشت. رجعوا الفيديو اللي قبل من هذا راه شرحت لكم هادشي بالنسبه للاو دي اللي كنبرونسيها بالدي كلينت نظافه كلوزد أغلق كومبوزد ألف كرايد صرخ ولا صح دانست يعني رقص ديزاين يعني صمم لافت ضحك لسن سمع ماري تزوج موف انتقل اوبن فتح بارتيسيبيت شارك بلاي يعني لعب سمايل ابتسم سموك دخن ستي البقية ستادي درس تورمن يعني دار هذيك اوردي انت كان برونسيها ايد عندنا اكتب متالا دايركتد يعني ادارة ولا سيارة ميد الحتاجة بينتد رسمة بلانتد غرسة ريكورد سجلة ويتد انتظرة وانتد ارادة. اذا انت كتكون اللي كتكون عندنا هنا تي هي تي تي ولا كتكون عندنا دي تي تي دي. اذا كاع الافعال اللي كينتهيو بتي هذيك او دي في سيمبل باس كبرونس اي. اذا هادو ما عندنا وهادو واش الاخر راه الاغلبيه ديال الفيرب كتبرونس دي حيد من غير هادو وهادو اللي كاين هادو اللي كينتهيو بالحروف اللي وريتكم وهادو اللي كينتهيو بالحروف ديال تي ولا write a biography about a person in your family, father, mother, uncle, etc. These questions might help you. كما شفنا هنا هذه رسالة حياتية حول بيكاسو فان جوخ. بغيناك انت تكتب لنا واحد سيرة حياتية حول واحد شخص من العائلة ديالك اما الاب ولا الام ولا الخال ولا العم الى غير ذلك وحاول باش تستعمل بهذه الاسئلة جاوب عليهم باش تكتب لنا السيرة الحياتية ديالك. السيرة الحياتية حول أحد أفراد ديال العائلة ديالك غادي يمكن تكون بالشكل التالي بالإجابة على هذوك الأسئلة اللي عندنا في الكتاب. غنخليو ديما كما كنقول لكم غنخليو إنداشن يعني ربعة المربعات. My father was born in 1929 in the regions of قلعة سترنا مروكو. أب ديالي ولد 1922 احتمالا 1922 في نواحي قلعة سترنا بالمغرب. His parents were Omara and Fatma Tihrash. والديه كانوا مارا وفاطمة تحرش. He didn't go to school يعني ما عمروش المدرسة. He got married when he was probably 20 ربما تجوش بلي كانت حدو في عمر ديالو 20 سنة. He met his first wife in her village يعني التقى بزوجته الأولى في القرية ديالها. He had his third child in 1949 يعني ولد الولد الأول ديالو في 1949 المولود ديالو في 1949. He had seven children كان عنده سبعة الأطفال three daughters and four sons يعني ثلاثة البنات وأربعة الأولاد. He died in 2014 توفي سنة 2014.